تارك متى تشوف بورد باجن الي 46 بورد باجن ده بالرويدة. المشكل توربو جديد، هذه كمان جديد، الكوادالومترو كذلك. مشكل كليكين هو هذه ما تطلعش وتذهب، تبقى فيخو كما هي الحين الان، واخا ديمار واخا تكسيري تبقى هكا ما تتحركش. فين غادي يكون المشكل؟ لكن شي استفادة الله يرحم الوالدين. انا شاك في هذه مثلا ولا في هذه. هاد الأورانية هادي هاي الطنوبيل عندي فورسا من بوتنسيا ما عندهاش، كانت عندها بوتنسيا، ولكن من بعد تفشل تنسكتها ونديماري ليها شي حل المشكل. وكنت بدلت لها التوربو، ولكن من بعد وبدلت لها الكوادرومترو وبدلت لها واحد اللعيبه ديال البوتنسيا حتى هي، ومن بعد بقات تدير نفس المشكل. دابا ولات فاشله نهائيا، واخا سكتها نطفي الموتور ونشعله تبقى نفس المشكل، بحال لا تيتانولا التوربو ما خدامش، تولي غاديه في 60 70 فهمتي. هذا بغا نعرف واش فين كاين المشكل. انا رديت البال للميكانيك، قال لي ديك البياسه ديال التوربو اللي لاصقه الفوق بحال الراس وعندها واحد الحديده تبقى تطلع وتتهبط، هذيك ما تتخدمش.